قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইবলিস আইতে নামের আত্মানো বলদে মেন সাঙ্গা আমরিদিন ওয়াক্তমদা আদম গ সেজদে এতমেদিন ইবলিস লাইন আইতে মেন আদমদান ইয়াখশরাক তুর মেন চুন কি মেন ওতদান খালগাতদিন ওয়া আদমি পালচিকদান খালগাতদিন قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله تبارك وتعالى شيطان عيتي جنتن چق عشاق دش سانا دوغر دالدر جنت تكبر لغت من پس جنتن چق تحقيق تن خار وزليل وليان لردن درسن. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس لئن أيتي ما مهلت بر تا آدم و آدم أولنلرني قبردن ترديان شانجي. قال إنك من المنظرين. الله تبارك وتعالى شان أيتي البته تن مهلت بر لنلردن درسن. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس لين عدت من قمرات من ثوابلي من ده آدم و آدم أولن لرن قمرات آدرما وچين سنن دوغري أولن ده أترارن. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ondan soň men şolaryň öwünden ardyndan we sagyndan soňdan gelerin we sen şolaryň köfüsini şükür etýän tapmarsyň. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله تبارك وتعالى إبليس عيتي أي إبليس ثين جنة خار وزليل ومردود بولن حالن دا چق هركم آدم وغلن لرنن تانا تابغ بولتا وسنن أيضاً إسا ألوت من جهنمي سيدن هم مانددن دولدرار. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله تبارك وتعالى حضرت آدم خطابت بأيتي أي آدم فين وخاتنن جنتة سكونة تدب ياشان پس جنتن حيثيرنن وحيثذاتلرنن استثنغد إين أما شو درختغا يخين برمان اگر شو درختن إيثنغد اندى ظالمين لرن جملسنن بولارتنغد. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بس شيطان لئين آدمتا Hawa enege vasvasa etti, taşaların mehfi edilip örtülyen avratlarını bir birine zahir etmek için. Ve aytti, sizleri perverdigarınız şu derehtten men etmedi, megerin ki siz şundan iyiseniz ikiniz de ferişte olacak, ya ikiniz de hemişelik kalacak, ona göre sizi ferişte etmeyecek olup, o hemişelik kaldırmayacak olup men etti dedi. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وشلر قسمت عيتي من ثذ نسيحة تيان دوستر من.
فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پس شیطان الى این شلورن آلداب ایمان دیب ایدلن درختن ایمان مائل اتدی. پس وقتی که حضرت آدم و حوا شل درختن İyenlerine cennetin libasları bedenlerinden ayrılıp avratları aşkar buldu. Bu her ikisi cennetin bağların yapraklarından alıp bedenlerini örtmeye başladılar. O şoların perverdegari şolarını nida edip aytti. Aya men sizi şol deraktan nehyetmedim mi? Ve size aytmadım mi şeytan sizin aşkar düşmanınızdır deyip.